السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده والزرع وسنين. النهارده هنتكلم عن حاجه خطيره جدا وهي اضرار التراب على النبات. ايه التراب وايه اللي جابه على النبات؟ لو حضرتك في موقع بناء او لو في مكان زراعي او لو في مكان صحراوي بيبقى فيه تراب بيجي على اوراق النباتات او عفره او ايا كان. التراب ده ليه انواع، يعني ممكن يكون تراب عادي من اللي في الجو، وممكن يكون عفره من اي موقع بناء. العفره دي بيكون داخل فيها الاسمنت، لان ذرات الاسمنت بتكون خفيفه جدا فبتتطاير في الجو مع الناس اللي بتضرب خرسانات او بتخلط الخرسانات في الموقع فبتيجي على النبات. طيب ليها اضرار؟ اه طبعا ليها اضرار. الضرر الاولاني لاي نوع تراب بيجي على النبات وهو منع الشمس للوصول إلى سطح الورقة، وساعتها بتقلل من عملية وكفاءة البناء الضوئي للنبات، وأكنك جايب نبات خارجي بتاع شمس وحطه داخلي، فما بيبقاش قادر إن هو يبقى صحي ويقوم بكل العمليات الحيوية والعضوية بتاعته. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو كان التراب ده فعلا تراب أسمنت مع قطرات الندى اللي بتيجي عليه، الأسمنت ده بيبتدي يتفاعل وبيطلع درجة حرارة. طبعا الخلطات الأسمنتية بقى وكده، مش عايزين نخش في أي معادلات كيميائية أو تفاصيل كيميائية. خلاصة هو بيأذي الورقة نفسها، وممكن تلاقي الورقة نفسها ابتدت تتحرق وتموت. طيب يبقى أنا مطلوب مني أعمل إيه أول ما ألاقي إن النبات بتاعي الورق بتاعه ابتدى يتحرك كده أو ابتدى ما يبقاش صحي و عليه تراب كتير جدا؟ اجيب البخاخ، اي نوع بخاخ، و هنضف الورقة تماما كده بحيث ان هي اولا تشوف الشمس، ولو في ورقة مقتولة قوي كده او مضروبة قوي كده ممكن اقطعها ما فيش مشاكل خالص. بص الناحية التانية هنا اهو، بص التراب شكله عامل ازاي، لازم ننضفه تماما كده. بحيث ان النبات ينتعش و ما يتأذيش من التراب ايا كان نوعه. ناخد بالنا، يعني دي شتلة شوكة المسيح برضو تعبت من التراب، وطبعا ان هي نبات صبار مشمس وعايز شمس قوية جدا، فلما تعتم ورقه من الشمس طبعا لازم يتعب. تعال نشوف حاجة تانية، ادي شتلة الجوافة، طبعا واضح جدا ان لونها مش لون الورق الطبيعي بتاعها. بص لو عملت كده اهو، بص الفرق. بص فرق اللون ده من اللون ده. كل ده كان عفرة أو كان تراب، وخصوصا إن أنا جنبي موقع بناء فوارد جدا يكون تراب أسمنت أو عفرة أسمنت، ودي خطيرة جدا زي ما قلنا على النبات. لازم ننظف سطح نبات كويس جدا. في بخاخ أوتوماتيك طبعا أو نص أوتوماتيك عندي، لكن أنا مش هستخدمه لأنه مش متوفر عند كل الناس، فأنا بستخدم البخاخ العادي. لو شتلة طويلة زي دي طبعا وانت بترشها هتلاقيها ميلت معاك علشان وزن قطرات المية على الأوراق، هتلاقيها ميلت كده معاك، مفيش أدنى مشكلة أهو. بمجرد ما انت تنفض المية كده أهو هترجع تاني زي الفل أهو، زي الفل كده. بص على الريحان نفس الكلام، عندي ورقة الريحان بلونها، لو انا عملت كده اهو هتلاقي اللون اختلف تماما، وبالتالي الريحان ده كله عايز ينضف. طيب يعني ودي كانت حلقة بسيطة جدا النهاردة عن ضرر العفرة والتراب على النبات، لكن مش معنى كده ان هي دايما مضرة، لان احنا ساعات احنا اللي بنعفر النبات في الشتاء القارس بمادة الكبريت علشان تحمي من
صقيع، واحيانا تانية بتحمي من طبعا الحشرات ومن بعض الامراض الفطرية، لكن ده مش موضوعنا. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مرة تزور القناة اعمل اشتراك وشير الفيديو ده لاصحابك عشان المعلومة تعم والكل يستفيد. زكاة العلم نشره، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا والسلام عليكم.